قول لحضراتكم دكه بدلاء النادي الاهلي في مباراه اليوم في حراسه المرمى حمزه علاء، خالد عبد الفتاح، محمود كهربا، بيرستاو، حسين الشحات، اشرف داري موجود النهارده على دكه البدلاء، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، وعمر الساعد. كابتن عماد، النهارده خط وسط النادي الاهلي هيكون عليه دور مهم جدا. كابتن عادل تفضل وقال النهارده دور امام عاشور، لكن اكرم توفيق ومروان عطيه عليهم دور مهم جدا النهارده، خاصة دي الستارة الدفاعية طبعا قدام رامي ربيعة وياسر ابراهيم. الاثنين يا اسامة عندهم مرونة في 4 2 3 1 او 4 3 3 او لو اكرم الراجل انه كان بيلعب المباريات السابقة باك رايت، فالنهارده فضل انه يكون متواجد في وسط الملعب. دي ميزة عند اكرم، الاثنين عندهم المجهود العالي، الاثنين عندهم نسبة استخلاص للكورة كبيرة جدا. اكرم عنده ميزة انه ممكن يشتغل 8، ممكن هو اللي يكمل الادوار الهجومية، هو اللي ممكن يعمل لك جزء من التحولات. الاثنين عليهم عامل قوي جدا النهارده لنص الملعب في استخلاص الكوره. وبرده في نفس الوقت والكوره معانا في الجزء اللي فيه الاستحواذ، ودي مروان هتلاقيه اكتر من اكرم في استحواذ على 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 الكوره. وجود كمان امام، ويمكن الكابتن عادل اتكلم على الفروقات اللي ما بين اختيار امام عاشور في البدايه او اختيار مجدي قفشه، وطبعا الاثنين مهمين للنادي الاهلي سواء في بدايه المباراه او سواء كان في التبديل. الاثنين عندهم مميزات عاليه جدا، الاثنين يقدروا يحافظوا لك على رتم المباراه، الاثنين يساعدوك في الجوانب سواء دفاعي او هجومي، لكن الاكثر النهارده التزاما الاثنين الاطراف هيقدروا يساعدوك علشان تقدر تحدد طول طريقه اللعب. هجوميا انت هتكون عامل ازاي، دفاعيا كل الامور ماشيه عامله ازاي. اكرم ومروان هتلاقي الاثنين هيقفوا اكتر النهارده، ولا يكون حد ليه النهارده تعليمات ممكن زياده هجوميه؟ لو هتتكلم بيتكلم بنسبه ولا هو امام هو اللي ياخد النواحي الهجوميه بس؟ لو 60 40 فانت بتتكلم مروان هو اللي هيكون عليه الامور الدفاعيه اكتر. دايما مروان اسامه مهم، هو اللي ثابت دايما في استخلاص الكوره، خاصه الكوره الثانيه او لو الفرقه بتهاجم، هو اكتر حد عامل لك الكفر ورا اللعيبه، العدد الاربعه او الخمسه اللي موجودين في الهجوم. بدايه اللعب او بدايه تطليع الكوره او البيلد اب برضو انت مروان اهم بالنسبه لك من اكرم. الجزء الثاني بعد جزء التحضير لازم تدور على امام عاشور، وهنا الاختلاف شويه ما بين امام عاشور وما بين قفشه في طلوع الكوره. امام ممكن عنده سرعات اكتر، يقدر يحولك من نص ملعبنا الدفاعي لنص ملعبهم الدفاعي لفريق جنوب افريقيا، يقدر يساعدك اكتر يوصل لوسام بالكوره اكتر من قفشه. قفشه يوصل الكوره، امام يوصل بالكوره. امام عنده على حدود ال 18 التصويبات سواء برجليه اليمين او برجليه الشمال افضل. لكن احنا بنتكلم في كل الظروف دي حضور جماهيري هيكون كبير جدا، اسم النادي الاهلي في جنوب افريقيا اسم قوي جدا، المنافسه اللي ما بيننا وما بينهم سواء سان داونز او اورلاندو منافسه قويه، خاصه ان احنا تابعنا معاهم وكسبنا منهم بطوله في 2013 وكسبت بطوله من سان داونز، فالمنافسه ما بيننا وبين فرق جنوب افريقيا منافسه قويه جدا. حضورهم الجماهيري عشان خاطر اسم النادي الاهلي. النهارده سهل مباراه فيها 40,000 متفرج، ممكن النهارده الاستاد تلاقيه مقفول 40,000. الكلام ده مش هيفرق معاه. هو زميلنا كريم احمد قال يعني منذ قليل لسه الاعداد ما اكتملتش في الاستاد بشكل كبير، ولسه بنتكلم ان دول برضه قريبين نص ساعه. احنا بتروح مباريات لو المباراه الساعه 8 هتروح الساعه 2 الظهر، مش هتروح 7:30 او تروح ساعة. لكن هنا ممكن الدخول والامور ممكن تبقى سهله نص ساعه، لكن انا اتكلم على الحضور الجماهيري بشكل عام، يعني الحاجات اللي فيها ضغوط على لعيبه النادي. بص معانا وانت بتتكلم على تواجد الجماهير، الحمد لله ان الجماهير يعني في عدد قليل من الجماهير في منتصف الملعب، ومن الواضح ان مبارياتهم بتكون مساء، لكن تغيير الموعد ما هو ده لينا احنا المباراه ده يعني كويس لصالح الاهلي. هو تغيير توقيت المباراه هو خاص بالنادي الاهلي، يعني ممكن تلعب رونالدو هيلعب شباب بلوزات بالليل مثلا. ما هو ده طبيعي. هو ليك انت للنادي الاهلي. لكن الحمد لله ارضيه الملعب كمان يعني افضل ما يكون.